استشهد 5 مدنيين في غارة جوية رفدها طيران التحالف يوم أمس عن طريق الخطأ في مدينة تعز. وقالت مصادر محلية أن 5 مدنيين من أسرة واحدة استشهدوا في غارة نفذها طيران التحالف عن طريق الخطأ في حي حوض الأشراف. كنا نظن أن قصف مدينة المخا سيكون الأخير، وها هي الجريمة المماثلة والقصة القديمة تتجدد، هذه المرة من قلب مدينة تعز. تنطبق مواصفات هذه الأنقاض على طيران التحالف، لكنه حتى الآن لم يؤكد أو ينفي، بينما لم تخرج عن سياقها الاستثماري ما تقوده الميليشيا في مزاد الضحايا المغري. ترفع الميليشيا من منسوب الصراخ عن ضحايا هذه الأسرة كشاهد فقط عن التحالف العربي في اللحظات التي تستمر في قصف وقنص الأحياء. في هذه الأثناء نامت أسرة عبد الجبار العريقي بشكل جماعي، فاستيقظوا مشتتين. لقد توزعهم القصف على أرجاء المكان، لكن أشلاء وجثث. وجدنا عائلته بعد 3 ساعات في البيت الثاني من شدة الضربة، طاروا إلى هناك، فراشهم هنا، أرجو إلى الجهة الثانية بعد 3 ساعات. لو كانت لهذه الأسرة المغدورة فرصة أخرى للحياة، لكانت روايتهم لما حدث فجر 5 أغسطس تقديم إحاطة عن مشهدهم من العذاب الأخير. 3 فجرا فاض التوقيت بهذه الجريمة الموحشة، خلف 5 شهداء مدنيين من أسرة واحدة، وألحق 7 منازل الخراب والفاجعة. في ظل هذه الحرب البشعة على تعز، لا تزال تتنزل القذائف كأشباح، والجميع ينفي صلته بما يحدث. هذا إن التفت لهؤلاء الضحايا المدنيين أحد. الأب والأم وثلاثة من أطفالهم وجار لهم يغطون بالنوم إلى الأبد، ويرفض الجد أن يغادر المنزل. راح الابن حقي ومرته وعياله 3 ماتوا هذا نهائيا. هكذا تركت الكارثة علامتها في الحي، ووقف الجميع على الأنقاض، بينهم مراسلة بلقيس في تعز. لا شيء سوى الشغف المكسور بعينيها حال من شدة الصدمة بينها وبين كتابة القصة المؤثرة.